آلاف البشر يزول من آلاف البشر يزول من آلاف البشر يزول من آلاف البشر من طبقة ضحك على الظروف لا كل عزم ولا بدر يزول من آلاف البشر يزول من آلاف البشر عفستك الرجل انكلس عفستك الرجل انكلس عفستك الرجل انكلس عفستك الرجل انكلس الفلس يزول من آلاف البشر يزول من آلاف البشر من طبقة ضحك على الظروف لا كل عزم ولا بدر يزول من آلاف البشر يزول من آلاف البشر عفاست انت المقدرة عفاست انت المقدرة عاني ظروفك واكهرة عاني ظروفك واكهرة اوعك تفرط في العيال واوعك تخاف من المرأة يزول من آلاف البشر يزول من آلاف البشر ده اللبن يا عباس. انا ما عارف انت الليله مالك مساهر مساهر في وقت مواعيد نومتك. ها مساهر الليله يوم كم؟ ما الليله يوم 5. مستعجل شديد يعني عشان الايجار. 18 سنه وانا بدفع ايجار واسي ساكن في بيتي ومؤجر بيتي الثاني. ايوه لكن كلامك صح. انا كل ما اتذكر احنا كيف كنا بنزل وبنتهان في بيت الايجار لما نجي المؤجرين يدقوا الباب والله قلبي بيوجعني عليك كده يا اخ. كله يهون يهون وانا حاخلصه ليه؟ ايوه انا مشتهي لي جرس مشتهي لي جرس ادق جرس وسع الجرس جاني برا وكده ان شاء الله انا حادق الجرس. انا ده ناس نجوى وصادق ده عارفين انه احنا عندنا بيت مؤجرينه لناس. نجوى وصادق والله يا اخي اتخلي طشاش طشاش كده ما بكونوا متاكدين ولا انا ما متاكد. طيب ما نمشي لهم هسه نكلمهم ما هم جيراننا المفروض يعرفوا ان احنا عندنا بيت مؤجرينه. ايوه ايوه لازم لازم يعرفوا. اسال وقت ما متاخر ما متاخر ولا اي حاجه والله بيسهروا يجوا لهم افلام هنديه على كده شيل شيل اللبن نشره قدام. اي والله هاي هاي ما لازم يعرفوا الكلام ده. راح راح بشيله بس من قرص يا راح ما هي راح يلا بيت بس طوالي طاني ناصية ومؤجرينه ب5000. نجوى هي انا ما قلت لك البيت بتاعنا اللي احنا مؤجرينه طاني ناصية بالضبط شفتي وب5000 مؤجرينه. كلمتني بالكلام بالمناسبة كلمتني امبارح اول امبارح وهسه كلمتني مبروك. انت ما عندك زمن زيارة يا عديلة ما عندك؟ عارفة الناس اللي احنا مؤجرين لهم البيت ديل يا اخي ديل صعبين صعوبين بالغ فيها شرسين. انت تقول البيت حقهم ولا بانينه بيت دينهم حاجه غريبه خلاص. اتقي الله ناس سكنوا شهر لهم شهر يا ده في بيتكم تقول لي صعبين. عرفتون كيف انت يا عديله يا عديله يا اخي خلينا انوم يا عديله يا اخي. احنا لما مشينا انا وعباس عشان نمضي معاهم العقد يلا قام شنو الزول ما جاء المؤجر مننا البيت ب 5000 جاء انت لو في عيونه كده لقيت لك شفت محمد شنو كده نجوى هي محمد شنو شرار كده طالع من عرفت لك طوالي زول زول صعب خلاص. دائما الناس اللي هنا بيأجروا بيت ب5000 من الناس زينا بيكونوا صعبين شديد حاجه غريبه جدا جدا والله. نجوى عم بتكلم معاك قلت لك احنا مشينا نمضي العقد مع الزول نجوى هوي صح صح ما بحكي لك في قصه مهمه معنا يا عديله. نجوى نجوى يوم اسود يا عديله لكن يوم اسود عليك كده نجوى دي اسود زي باب البيت اللي احنا مؤجرينه ب5000 دي حاجه غريبه جدا جدا كذابه لانه انت قبل كده قلت لي باب البيت لونه ابيض. تعرف يا صادق بس القى لي مؤجر ملتزم مش زي ابو عيون الحمر ده. ها انت مشيت له؟ لا ما انا حمشي له بكره لكن الجواب ما ظاهر من عنوانه. بعرف المؤجر المستهبل ابو عيون الحمر. انا استقعدنا ذاتي ما انا لما كنت لما نجي وقت الايجار يجي ادفع الايجار برضه زمان انا كنت برضه عيوني بحمر كده. لكن انا اقول حاجه اول تبادي بعرف انا وهو زول ذاته ما باين من عنوانه. يا اخي مبروك مبروك
الموضوع ده وش كانت تكلمني بيه بكره الصباح؟ مين تاني؟ يلا كده وريني وشك، المفروض يكون عامل كيف؟ ده شنو ده؟ ده شنو؟ سر الوجه ده كله، جيبه هنا جيبه هنا في النص. لا يا اخي ما بالطريقه دي يا عباس. يلا تخيلني انا الزول مؤجر البيت. ها؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شنو العباره دي؟ كيف؟ شنو السلام عليكم ورحمه الله؟ انت شغال في اذاعه؟ عايز تعمل خطبه؟ يا اخي الصوت ذاته بتاعك رقيق، في ده شنو ده؟ ما في زول اول حاجه مؤجر لزول بيت بيقول له السلام عليكم ورحمه الله، سلام بس، سلام سلام. بعدين شنو؟ بعد ما تقول سلام، شايف الصوت؟ سلام بعد ما تشوف بعدين تقوم تاخد لك صنه كده، صنه وشنو؟ تعلي في عينك جوا عينه، يجر فيه نور كده كده اللي مسافه. ايوه كده وريني. سلام يا اخ مبالغ. طيب يلا لما يقول لك اديني يومين ثلاثة. والله ولا نص يوم، نص يوم ما تقعد هنا في البيت. يلا برا. انت محتاج اني امشي معك؟ تمشي مع منو؟ معك. لا لا انا ما امشي معاي زول، نسوى رجال فقط. اوكي رجال فقط، انا بمشي مان تو مان. طيب اوكي مان تو مان اقابل. طيب الله معك امشي خلاص. هاي آه خليك قبلك. لا لكن دقيقة وريني كده. سرة ايشو سرة لسه انا حمشي بابي كده. اعمل بقى كده لسه يعني. يلا اوكي ايوه امشي. طيب امشي معاك قلت لي؟ لا لا خلاص امشي هذا رجال بس. اوكي شنو عباس امشي. اوكي خليك محافظ على الحاجه دي. ايوه يا عباس كده تمام يا عبس. بيتنا ملك مايار، ما اشترينا ملك. مرحبا عليكم. السلام. مرحبا. عبس سلام عليكم. سلام كيف حالك؟ كيف حالك؟ سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. سلام. شوف ما دار اي احتزارات، ما دار اي احتزارات، ما تعمل لي فيها احتزار ولا تقول لا لا احتزار في شنو؟ لا 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 شوف ما انا ما داري تقول لي ما صرفتها ولدي عيان وكلام فارغ زي ده. لا ما بينفع معي كلام زي كلامي. ما بينفع يا اخي. ما انا اخذت عندي القروش يا رجل. تفضل. ده الايجار انا كنت جايبه لك بنفسي بالمناسبه. تفضل. تمام تمام الحمد لله. تفضل على البيت. تفضل قاعد احط لك مصارعه مبالغه. لا احتزار عليك ما كويس. السلام عليكم. يعني بوظي حاجة يعني طوالي يديني قروش بدون ما يعتذر ولا يعمل لي حاجة ولا يقول لي أي كلام؟ لا لا لا. سلام. مرحبا. تطلع لي من البيت ده؟ لا أطلع طوالي ما داير. فضل لي البيت. فضل لي البيت يا أخي. فشنو يا فضل لي البيت يا أخي. فشنو هشنو ده هشنو فشنو بدون أي بدون أي حاجة ولا اعتذار ولا أي حاجة. فضل لي البيت. We'll be right back.